السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين شرح برنامج ايكويست، وده الفيديو الخامس. دي اخر حاجة وقفنا عندها. تقدر تقول له نيكست سكرين، تدخل في الشاشة اللي بعد كده، فيطلب منك البيلدينج انفلوب كونستراكشن. تقدر بقى تديله مثلا المعلومات خاصة مثلا بالروف، تمام. تقدر تختار المعلومات اللي انت عايزها، واي حاجة انت بتختارها بتأثر على بقية النتائج. يعني لما تختار مثلا وود، هتلاقي هنا المعلومات بدأت انها تتغير. وتقدر تيجي هنا تختار اني شاشة اللي انت عايزها. انت عندك 41 شاشة، تقدر تختار ايه اللي انت عايزه، تمام. ممكن تختار حاجة فتلاقي حاجات من هنا بدأت تختفي، او حاجات بدأت تظهر جديدة نتيجة ان انت اخترت نوع معين مثلا من الماتيريال، فبناء عليه بيزود لك الشاشة الخاصة بالماتيريال اللي انت اخترتها. هنا مثلا هنا الروف، هنا اباف جريد وول، تقدر بقى تختار ايه العناصر اللي هتبقى موجودة، فهو اوتوماتيك بيبدأ ان هو يعدلها لك. دي الاكستيريور فينيش مثلا بريك، فهو اوتوماتيك بيبدأ يختار العنصر اللي هيبقى معاه. الجراوند فلور الكونستراكشن بتاعه مثلا، الانستوليشن، الانتيريور فينيش. فانت كل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل البيانات اللي انت عايزها، تمام. طيب بعد كده ممكن تقول له نيكست، فيبدأ يقول لك طب دخل لي بقى الحوائط الداخلية، تمام، زي مثلا السيلينج، الفلور، الوول، المعلومات اللي هي داخل الداخلية تبدأ ان انت تدخلها. هل هي تبقى لين ولا اكوستيك ولا دراي وول ولا بلاستر، وكل واحدة من دول هتبدأ بقى تختار الانستوليشن بتاعه هيبقى قد ايه. الفيرتيكال وول مثلا ماس ولا فريم، وساعات لما تختار هنا هيقول لك بقى طب اختار خصائص بتاعته، وكذلك الفلور. طيب هيقول لك بقى البواب الخارجيه اكستيرير وول، او تقول له نيكست، فيبدا يقول لك بقى هل الجلاس اللي عندك كام واحده في النورث، وكم واحده في الساوث، وكم واحده في الايست، وكم واحده في الويست، تمام. هنا مثلا لو انت عندك نوع تاني غير الازاز بالابواب، هتقول له انا عايز مثلا اوفر هيد، تمام. فيبدا يقول لك اكتب الارقام بتاعتهم. ممكن ما يكونش عندك ابواب هنا، فتكتب له ايه ان هنا زيرو مثلا، تمام. طيب الدور دايمنشن الابعاد بتاعه الباب، تمام. تبدا بقى تدخل الارتفاع والويتس والكونستراكشن بتاع الباب، اللي هو جلاسز هتبدا تدخل جلاسز. الفريم تايب نوع قد ايه، والسمك بتاع الفريم قد ايه، وهكذا. طيب الاكستيريور ويندوز تبدا برضو تدخل الانواع بتاعتك اللي انت هتعملها، وممكن تقول له لا انا عايز النسبه من المساحة بتاعت الحيطة، تمام. وتبدأ بتدخل كل المعلومات. كل الفكرة ان احنا بندخل المعلومات، وكل ما بتغير معلومة هو اوتوماتيك بيبدأ يحسب لك ويطلع لك الحساب هنا. مجرد بس تقول له فينش خلاص، هو يبدأ ياخد البيانات على حسب ما انت اديتها له، والباقي بيعتبره افتراضي. الافضل ان انت تمشي معاهم خطوة خطوة عشان تاخد الحاجات دقيقة، تمام. هيقول لك هنا مثلا انا عندي اكستيرير ويندو في اوفر هانج عندك قد ايه من التوب فلور اونلي، وتبدا تديله المسافه قد ايه، تمام، في الساوث، في الايست، في الويست، وهكذا، تمام. طيب الدبل كلير هل في اوفر هانج ولا لا، طب في فينس ولا لا، تبدا تدخل الداتا. يبقى احنا كده عندنا مرحله بنعمل ادخال الداتا، فاول ما تقول له فينش خلاص بيبدا يديك المخرجات اللي انت عايزها. طيب الروف سكاي لايت، تمام، هتبدا تدخل البيانات اللي انت عايزها للسكاي لايت. ممكن ما يكونش عندك سكاي لايت خالص، فخلاص الشاشه فاضيه خالص، او عندي البريمتر اونلي او الكور اونلي هو اللي فيه هنا سكاي لايت، او كاستم هتبدا تدخل انت الداتا اللي انت عايزها، او السطح كله بالنسبه لسكاي لايت، تمام. اول ما بتختار كل واحده من دول بيبدا يعمل حسابه فيها، بحيث ان هو لما تقول له انا عايز نتيجه الحسابات يبدا ان هو يطلعها لك. هنتكلم عنها بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله.